أهلا بكم طلبة الصف الأول الثانوي. هنكمل الوحدة الثالثة في الجغرافيا. في الوحدة كانت بتتكلم عن سكان مصر، أخدت في الحلقة اللي فاتت نمو وتركيب السكان في مصر. هتكلم النهاردة عن توزيع السكان والكثافة السكانية في مصر. في الدرس ده هتكلم عن توزيع السكان وهتكلم عن كثافة السكان. في البداية بقول إن توزيع السكان في مصر يتسم بالتمركز الشديد، يعني موجود في مكان واحد دون الأماكن الأخرى، وبيشكل ضغط في مكان، وبيشكل ضغط على الموارد الاقتصادية في مساحة ضيقة دون الأماكن الأخرى. ألاحظ إن بيعيش في مصر 98.2% فأقل من 5% من مساحة مصر اللي هي الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم، وسايبين باقي مصر كلها فاضيه اللي هي المنطقه الصحراويه. يعني 95% من مساحه مصر محافظات حدود مناطق صحراويه بيقل فيها السكان وبيعيش فيها 1.8%. عشان كده بقول ان السكان في مصر بيتسموا بالتمركز الشديد، يعني في مكان عن الاخر، فبالتالي بيشكل ضغط على المورد الاقتصادي ده في المكان، المكان اللي هو ايه؟ الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم دون الاماكن الاخرى. طيب لما اتكلم في الجزء الاولاني، ايه هي العوامل المؤثره في توزيع السكان؟ ايه العوامل المؤثره في توزيع السكان؟ هل هناك عوامل تجعل السكان يتمركزون في اماكن عن الاخرى؟ انا خدت الحاجه دي في سنه ثانيه اعدادي، هعيدها تاني بس انا بتكلم فيها عن مصر. العوامل الطبيعيه عاملين مهمين جدا يؤثروا في توزيع السكان، عوامل طبيعيه وعوامل بشريه. العوامل الطبيعيه اللي هي الموارد المائيه، بشكل عام السكان بيتمركزوا او بيبقوا موجودين في الاماكن اللي فيها مياه. العامل الثاني الطبيعي اللي هي التربه الخصبه. التربه الخصبه يعني في زراعه، اذا في سكان، يبقى تربه خصبه في زراعه في سكان، يبقى في مراكز للعمران. وبلاحظ ان بتختلف الكثافه السكانيه تبعا لاختلاف جوده التربه. ممكن يقول لي بما تفسر او دلل؟ الاجابات واحده. هنقول لان السكان بيتركزوا في وسط وجنوب الدلتا بسبب خصوبه التربه، وبيقل السكان في الاطراف الشماليه للدلتا بسبب انتشار المستنقعات والاملاح، ويقل السكان في الاطراف الشرقيه والغربيه للدلتا بسبب فقر التربه. اذا التربه عامل طبيعي مهم في توزيع السكان وتمركزهم. كلما كانت التربه خصبه يتركز السكان، كلما كانت التربه اقل خصوبه يقل فيها السكان. العامل الثالث الطبيعي الذي يؤثر في توزيع السكان اللي هو المناخ. يؤثر المناخ خاصة عنصري الحرارة والمطر في توزيع السكان، ازاي؟ بقول ان السكان بشكل عام بيتركزوا في المناطق المعتدلة، وبيقل السكان بالمنطق كده وبشكل طبيعي بيقلوا في المناطق الصحراوية. طب ليه؟ ليه السكان بيقلوا في المناطق الصحراوية؟ أولا بسبب ندرة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. الإنسان بطبعه عايز مكان معتدل يعيش فيه ومكان فيه مياه. العامل الرابع الطبيعي اللي بيؤثر في توزيع السكان اللي هو التضاريس. ازاي؟ بقول ان يتركز السكان في المناطق ايه؟ هل المناطق المرتفعه او المناطق السهليه؟ طبعا المناطق السهليه اللي هي السهول الفيضيه. ليه؟ بسبب التربه الخصبه والماء العذبه، بسبب سهول مد الطرق والمواصلات في هذه التربه، بسبب انشاء المدن والمراكز العمرانيه اللي هي العمارات والاماكن اللي بيعيش فيها الانسان. لكن الانسان او السكان بيقل في مصر في المناطق الجبليه الوعره يندر فيها السكان. ده كان بالنسبه للعوامل المؤثره كعوامل طبيعيه من مورد مياه وتربه خصبه ومناخ وتضاريس. اما العامل البشري الذي يؤثر في توزيع السكان، واحد النشاط الاقتصادي. هل النشاط الاقتصادي عامل مهم يؤثر في كثافه السكان وتوزيعهم؟ نعم، بدليل ان عندي هنا المناطق الزراعيه اللي فيها نشاط زراعي مثل الوادي والدلتا، في مناطق صناعيه زي مدينه السادس من اكتوبر، اذا بيتركز السكان في الوادي والدلتا والمناطق الزراعيه، ومدينه السادس من اكتوبر في المناطق الصناعيه. عند المناطق السياحيه زي شواطئ سيناء والبحر الاحمر. عند مناطق التعدين زي راس غارب على خليج السويس. كل دي اماكن يتركز فيها السكان لوجود نشاط، لوجود عمل يعتمد الانسان عليه. اذا الانسان دايما بطبعه بيتجه ويتركز في الاماكن اللي فيها شغل، في الاماكن اللي فيها نشاط. العامل البشري الثاني اللي هي طرق النقل والمواصلات. بنقول بيلعب الموقع بالنسبه لخطوط المواصلات العالميه والمحليه دور مهم في توزيع السكان. زي ايه؟ زي منطقه قناه السويس التي
لم يكن فيها عمران ملحوظ. قبل ما تتحفر قناة السويس ما كانش فيه عمران خالص، لكن بعد ما اتحفرت منطقة السويس أصبحت هناك تمركز شديد لهذه المنطقة، وأصبحت بعد الحفر إنها مكان لتجذب فيها السكان، وظهرت مدن اللي هي قناة السويس زي بورسعيد والإسماعيلية وزي حتة اسمها الأنطرة. طيب إيه العامل البشري الثالث اللي بيؤثر في توزيع السكان وكثافتهم؟ هي الظروف السياسية والعسكرية. شيء طبيعي إن السكان بيتركزوا في الأماكن اللي ما فيهاش حروب ولا فيها صراعات سياسية وعسكرية، ده بشكل عام. أما بالنسبة لمصر بنقول إن سيناء لما كانت محتلة في سنة 1967 من إسرائيل خرج منها ونزح منها أعداد كبيرة من سكان سيناء، هربوا مش عارفين يعيشوا في الظروف العسكرية الصعبة دي، ومشوا من مدن قناة السويس إلى مناطق داخل مصر في القاهرة مثلا، فأثر ذلك على توزيع السكان. والعكس تماما، بعد ما اتهزمت إسرائيل في حرب 73 عاد السكان إلى سيناء مرة أخرى، وعاد السكان إلى مدن القناة، فبالتالي ارتفعت الكثافة السكانية. إذن الظروف السياسية والعسكرية العامل الثالث البشري المؤثر في توزيع السكان، وده كان أول جزئية خدناها في الدرس النهاردة. أتكلم في الجزئية الثانية عن الكثافة السكانية. الكثافة السكانية مصطلح خدناه كتير في مراحلنا، سواء كان في المرحلة الإعدادية أو الابتدائية، هنعيده تاني. بنقول ما المقصود بالكثافة السكانية؟ الكثافة السكانية بالبلدي كده أو بالشكل السهل خالص عدد السكان على المساحة. لما أجيب المكان اللي بيتركز فيه السكان في المنطقة دي بجيب أعدادهم على المساحة في كيلومتر مربع. طب ما تقول لي تعريف أوضح. بقول الكثافة السكانية هي عدد السكان مقسوما على الوحدة المساحية التي يعيشون عليها، مقاسة بإيه؟ مقاسة طبعا بالكيلومتر مربع أو أي وحدات قياس مساحية أخرى. طيب الكثافة السكانية بتوضح العلاقة بين السكان وبين المساحة، بين سكان الدولة ومساحتها، وتنقسم إلى نوعين من الكثافة: كثافة عامة وكثافة حقيقية أوصافية. الكثافة العامة اللي هي عدد السكان على المساحة دي سهلة، فمثلا لو كانت مساحة مصر مليون كيلومتر مربع وعدد السكان 90 مليون، يبقى 90 مليون نسمة على المليون كيلومتر مربع يديني 90 نسمة في الكيلومتر مربع، وده عدد كبير وكثافة كبيرة. النوع ده على فكرة مش بيوضح التوزيع الحقيقي للسكان. ليه؟ لأن في مساحات كبيرة جدا من مصر غير معمورة وغير مستغلة اقتصاديا. فبقول إن مؤشر الكثافة السكانية العامة ليست له قيمة، لكن المهم بالنسبة لي هو النوع الثاني اللي هو الكثافة الحقيقية الصافية، اللي هو بيقول إيه؟ عدد السكان بالنسبة للمساحة المعمورة فعليا اللي هي المأولة بالسكان، يعني عدد السكان على المكان اللي هو يشغله السكان بالفعل، مش المناطق الفاضية الصحراوية. فبقول الكثافة الحقيقية، هنقول مثلا لعام 2012 عدد السكان على المساحة المعمورة فعليا هنقول مثلا 1050 نسمة في الكيلومتر مربع. النوع ده بيعتبر مؤشر حقيقي للكثافة السكانية. وعلى فكرة بتختلف الكثافة الصافية من منطقة لأخرى داخل المساحة المعمورة في مصر، تختلف نسبتها من مكان لآخر. الكثافة السكانية في محافظات مصر، عندي في محافظات بترتفع فيها الكثافة السكانية جدا زي القاهرة، محافظات مرتفعة الكثافة السكانية بس من غير جدا اللي هي زي الجيزة، محافظات متوسطة زي الإسكندرية، متوسطة إسكندرية فيها حرف السين الإسكندرية والقليوبية وسوهاج. طيب محافظات منخفضة زي كفر الشيخ والبحيرة، محافظات منخفضة الكثافة السكانية جدا زي الإسماعيلية والسويس. أما المحافظات النادرة بالسكان هي محافظات الحدود زي شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ومرسى مطروح، ودي محافظات صحراوية شاسعة المساحة وقليلة السكان، يتركز سكانها في الواحات وفي المناطق التعدين أو في المراكز العمرانية المتباعدة على السواحل. طيب لما أجي أتكلم في آخر جزئية اللي هي توزيع السكان بين الريف والحضر اللي هو المدن، سكان الحضر وسكان سكان الحضر المدن وسكان الريف، ألاحظ إن سكان الريف بيمثلوا 57% وسكان الحضر 43%. يعني لاحظ إن في اختلاف في التوزيع، ولاحظ إن إشغال الريف أكبر بكتير من إشغال الحضر بالنسبة لجمهورية مصر العربية. كده أعزائي الطلبة نكون خلصنا الدرس الثاني، درس سهل ما فيهوش أي حاجة صعبة خالص، اللي هو درس توزيع السكان والعوامل المؤثرة فيه
والكثافة السكانية. انتظروني في حلقة أخرى إن شاء الله مع درس جديد، ونكمل الوحدة الثالثة، وإلى اللقاء.